الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء
لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهل قتلتم أحوالكم نجتمع في صلاة الاستسقاء أصلي مع أهل جزائي جمعا في كل ركوع ظهرا كل ما أرفع يديه إلا ليستسقي ويذكر سقيا واجتماع لها مرة أخرى يدل على أننا لم نغير من أنفسنا شيئا. ما زلنا نعمل في المعاصي ما زلنا نرى أثر معاصينا ما زلنا نرى أثر ذنوبنا ما كانت آيات الله تظهر فينا ويكف الإنسان منا دائما يزكي نفسه لا ترى نفسه مذنبا ولا ترى نفسه عاصيا. كل واحد منا إلا من رحم الله تراه إذا حدث عن المعاصي التفت يمينا وشمالا يقول هذا عاص وذاك عاص وأولئك الله ويزكي نفسه وهو لا يشعر. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم ولكننا نزكي أنفسنا. أيها المؤمنون كلنا مذنب وكل معاص وكلنا مشارك فيما نحن فيه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتهمون إيمانهم ويتهمون أنفسهم ويتهمون أنفس عبادتهم ويصفونها بالتقصير فكلنا مقصر. فإن الله سبحانه وتعالى لا كان ليمنع عنا خيرا من السماء إلا ونحن قد غلب فينا الخلق وكثر فينا الشر وقل فينا الخير. فهذا القليل لا أحد يمكنه أن يتهم
Thank you.
ويذل كثيرا ويغفر كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم يا رب السماوات والارض، اللهم يا رب الارض
الله.